السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة ووراء النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية. اللهم صل عليه. وهذه دورة الاستعداد لشهر رمضان، الدورة الثانية عشرة لسنة 1440 من الهجرة، وعنوانها قوموا لله. وذكرنا أن القومة المقصودة هي قومة القلب، وما زلنا بعد أن مضينا في الحلقات السابقة وقفنا مع قومة القلب، ثم تأتي هذه الحلقة لعلم الإيمان. نزلت الأمانة يعني الإيمان في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. وهذا ما نقوله، أن التزكية قبل التعلم، تطهير القلب للتعلم. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. وذكرنا هنالكم أن نومك يعني غفلتك. ينام الرجل النوم يعني ينام القلب، يغفل فتنزع الأمانة من قلبه. إذا غفلت نزع الإيمان من قلبك. ثم ذكرنا أنه إذا تألم وانتبه وعاد وتاب ونشط واسترجع واستدرك، يعود إليه الإيمان مرة أخرى. أما إذا لم ينتبه، زي ما قلنا كده، يضيع منه لقيام الليل وهو مش دريان، ده يتألم، ويضيع منه الفجر، صلاة الفريضة. يا جماعة، أريد أن أؤكد على المسلمين أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد كفر. صلاة واحدة، يعني اللي يبقى بينام الساعة 2 بالليل وعارف أنه هينام وناوي أنه ما يقومش يصلي الصبح لحد الشمس ما تطلع، هذا على خطر عظيم، على خطر الكفر.
انتبه. اللي يبقى راجع من شغله مثلا قبل العصر بنصف ساعة يتغدى وينام وعارف ان المغرب هيأذن ويضيع العصر، اللي بيبر كم مواصلات قبل المغرب وعارف انه هيفضل في العربية لحد العشاء ما تدن ويضيع المغرب متعمدا، هذا على خطر عظيم، خطر الكفر والعياذ بالله. صلاة واحدة، لذلك هي دي ينام الرجل النومة، إن الضيع منه فريضة وهو مش دريان ولا يتألم القلب. وقلنا إن دي من أكابر معاصي القلوب، عدم تألم القلب للمعاصي والجراحات، إنه يبقى ماشي في الشارع وينظر للنساء المتبرجات ولا يتألم. بل قلنا إن النظرة زنا، إن العين تزني وزناها النظر، وأكبر من الزنا أن ينشرح القلب بهذا النظر، أن ينظر ويتبسط، أن ينظر ويبتسم، أن ينظر وينتشي، أن ينظر ويشتهي، ده أكبر من الزنا. إذا لم ينتبه ينام الرجل النوم، ثم ينام النوم، ينام تاني، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قلنا زي ما تجيب كده حتة الجمرة وتدحرجها على رجلك، تنط على رجلك كده، كل حتة لمستها الجمرة دي حتة ال حتة الفحمة الحمراء دي الجمرة، حطيتها على ركبتها ونزلت اتنططت ثلاث مرات على ساقك لحد ما نزلت الأرض ورجلك، كل حتة لمستها الفحمة الحمراء دي يطلع مكانها فوق فيئة، أو تقول عليها بق بيئة فوق فيئة، هيبقى الإيمان في قلبه شوية فأفيق فاضية، جلدة فاضية، يبقى إيمان في قلبه كده بيصلي منظر، صلاته كلها سرحان مش دريان بيقول إيه في الصلاة، يقرأ قرآن زي ما بيقرأ الجرنان مش دريان هو بيقول إيه، يذكر ربنا هو بيذكر مش حاسس. هيجي معانا من معالم القوم لله ذوق الثمرات، انك تتذوق ثمرة عملك. اللي ما بيتذوقش ثمرة عمله هو يصدق في كلام النبي ده صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فيظل اثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا مفأفأ عالي ما وليس فيه شيء. يبقى الايمان في قلبه كده منظر، لحية على ما فيش وبيكذب، لحية وبيسرق، منظر فأفيق، تصبح أعمال الإيمان في قلبه فأفيق، حتى لا يكاد الناس يؤدون الأمانة، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يقول لك ده جدع قوي وراجل قوي، لا وفهيم، لا ودمه خفيف، بس ما عندوش ذرة إيمان، حتى يقال، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. سؤال، ماذا في قلبك؟ يا ترى في قلبك إيمان قد إيه؟ ذرات ولا قراريط
ولا أكوان؟ قلب، قلب يسع إيمان الكون كله، وقلب مظلم ليس فيه إلا ذرات، وقلب على سعته ليس فيه مثقال ذرة من إيمان. علم الإيمان قلنا للناس درجات، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، مما عملوا. يبقى بأعمالك درجاتك، أعمالك هي اللي بتعمل في قلبك إيمان. قلنا القصة دي كتير قبل كده، قلها تاني. إن الإنسان في أول التزامه، في أول قومته، ربنا جل جلاله كريم، جل جلاله سبحانه وتعالى حليم ودود سبحانه وتعالى، لما يفرح بتوبة عبده المؤمن بيهبه في البداية مقومات إيمانه، هبة ببلاش. ودينا مثال، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إنك أنت لما تروح محل حلويات، تروح داخل عشان تشتري حلوة معينة، يقوم البياع الشاطر يقول لك إيه، طب إحنا عندنا كذا، دوق دي حتة، دوق الشوكولاتاية دي، ويقول لك دوق حتة البسبوسة دي، ودوق حتة الكنافة دي، ودوق حتة، دوق 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 دوق، وانت رايح تشتري حاجة محددة. فلما تعجبك حاجة من دي تقوم تقول له ايه، اديني كيلو، يقول لك الكيلو ب200 جنيه. هي كده، ده بالضبط حال الإيمان. إنك أنت لما قلبك يقوم وتبدأ تمشي إلى الله، ربنا يدوقك حتة أنس بالله ببلاش، من غير ما تعمل حاجة، قبل ما تقوم الليل ولا تصوم النهار ولا تختم ختمات ولا تعمل حاجة، يدوقك حتة أنس وحتة شوق إلى الله وحتة حب وحتة خوف وحتة رجاء وحتة توكل وحتة يقين وحتة إناب، يدوقك كل ده ببلاش من غير ما تشتغل، لسه ما قمتش ولا عملت حاجة، بس كل ده بيروح بيسلب بعد كده. ده هي بس ايه، بتدوق تشويق. بعد كده لو انا عايز بقى شوية أنس بالله، يقول لك لا، دي لها تمن، دي بقيام 100 ليلة وصيام 30 يوم وتسبيح 10,000 تسبيحة وبكاء 15 دمعة، ودي بتمنها بالشغل، ولكل درجاته ايه، مما عمله، بالشغل بالعمل. قلت له قصة الولد اللي ما فايت على معرض سيارات، فبصص السيارة كده وعمال يلف حواليها، فصاحب المعرض قال له عايزها؟ قال له عايزها. قال له بجد؟ قال له بجد. قال له والله لو انت عايزها بجد اديها لك. قال له والله عايزها بجد. قال له فين فلوسها؟ قال له لا ما معيش فلوس. قال له يبقى مش عايزها بجد، اللي عايزها بجد يبقى معاه تمنها. هي كده، اللي عايز الجنة بجد يبقى ايه، معاه تمنها. اول نقدة في الجنة بذل الروح. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. نفسك ما تبقاش ملكك، وفلوسك ما تبقاش ملكك، تبقى انت بتاع ربنا، رباني ملك لله سبحانه وتعالى. هي دي البداية، ان يبقى عندك استعداد انك تبذل، وان يبقى عندك استعداد، مجرد الاستعداد للتضحية. عندي استعداد اضحي. طيب تقدر تضحي بساعة من ساعات نومك؟ تقوم قبل الفجر بساعة؟ هو ده التحدي، انك تصحى قبل الفجر بساعة ساعتين تقف تصلي، يبقى كده ضحيت. هو كده يبقى معناها انك انت فعلا راجل وعندك استعداد للتضحية. تقدر تضحي بوجبة من وجباتك وتتصدق بتمنها. تقدر تضحي بساعة من أوقات لهوك وتعودها في طلب علم أو ذكر أو تلاوة قرآن أو عبادة أو صلاة.
تقدر تضحي وتقف على رجليك. شو السلف لما يقولوا له ماذا تشتهي، يقول اشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله. تشتهي، ماذا تشتهي؟ شهوته إيه؟ يقولوا له ماذا تشتهي؟ يقول أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي، نفسي أقف لما ظهري يوجعني، نفسي أسجد لما دوخ نفسي. هي دي قضية إنك أنت تبقى شهوتك دي علم الإيمان. البرنامج اللي قلنا عليه إنك تضع لنفسك برنامج، هتقرأ جزء قرآن نص الصبح ونص بالليل لمدة أسبوع، بعد كده زود بدل ما هو جزء أخليه جزئين، وبعد كده زود بعد شهر شعبان أول ما يدخل رمضان يبقى ثلاث أجزاء في اليوم. إن أنا بقوم كل ليلة 11 ركعة بقصار الصور في جزء عامة، بعد كده أقومهم 11 ركعة بجزء، بعد كده أقومهم بجزء ونص، بذكر كل يوم 500 مرة، يزيدوا يبقوا 700، يزيدوا يبقى 1000. هي دي أعمال الإيمان، إن إيمانك يزيد. هي دي القومة، القومة لله، إن إيمانك يزيد ويتزايد وتقف على رجليك وتكسب درجات. التركيز يا جماعة مهم جدا جدا جدا، التركيز. انك انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ما سجدت لله سجدة الا ورفعك الله بها درجة. لو انت مركز يبقى تبقى عارف. صلينا في المغرب دلوقتي 3 ركعات بست سجدات و4 ركعات في السنة، يبقى 10 سجدات ب10 درجات. يبقى انت ارتفعت في النصف ساعة الماضية 10 درجات. 10 درجات دي تفرق في قلبك، تفرق في قربك. واسجد واقترب، انت قربت اكتر، ارتفعت اكتر، عليت اكتر، فهمت اكتر، وقفت اكتر. هو ده علم الايمان، انك انت ما تفرحش لما يقال ما اعقله، ما اظرفه، ما اجلده، ما يفرحنيش دي، وانما يفرحني ما اسمك عند الله. قال الله بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا بئس الاسم لك انك بعد ما كان اسمك مؤمن يبقى اسمك فاسق، يبقى بعد ما كان اسمك تقي يبقى اسمك فاجر، يبقى بعد ما كان اسمك طيب يبقى اسمك خبيث. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. علم الإيمان أن تعمل. قلنا الآية مهمة جدا وخطيرة جدا في قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. نمرة 1، 2 وأشد تثبيتا، 3 وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، 4 ولهديناهم صراطا مستقيما. هدايا إلهية ربانية، اعمل. وعايزينك كل يوم تزيد حاجة بسيطة، حاجة صغيرة بس تزيد، تزيد إيمان، تزداد إيمان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ابدأ انت، ربنا هيزيدك، كلما ازدادوا هدى ازدادوا تقوى، كلما ازدادوا تقوى ازدادوا هدى. علم الإيمان. وإذا نمت فقم،
إذا غفلت فتب، إذا انتكست فعد وعوض، انطلق وأسرع تفوز. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.